بسم الله الرحمن الرحيم. هدفين قريبة على خط الوسط، وتشتغل مجاميع أو تشتغل تخصص مثل هذا تخصصي 100%، 3 إلى 11 إلى 6 6 إلى 10 10 لداخل منطقة الجزاء، 11 يهاجم الكرة أوفرلاب من خلف 6 دحرجة تقريبا خارج منطقة الجزاء، ولعب كرة قاطعة على الأرض اللي تهاجم أمام الهدف رقم 1 تهاجم من قبل 6 10. شوف هذا جيد، 10 يروح مكان 3 3 يروح مكان 11 11 يروح مكان 6 6 يروح مكان 10 والعيد. طبعا بالنصفين العمل بنفس الوقت، يعني 3 يلعب 11 2 يلعب إلى 7، هذا شيء مهم نفس الوقت، فيكون التمرين أشبه بالمنافسة بين المجموعتين، ويكون التصويب بالوان تاتش. لابد أن يكون التصويب بالوان تاتش، يعني ما في منافس أبدا، فيكون من أحسن تمارين تخصصية جيدة بهاي الاتجاهات. فأهم شيء التبديل، أنه الظهير يروح مكان الجناح، الجناح مكان 8 6 8 8 مكان 9 و9 يروح على الكرة، نفس الشيء هناك 10، فيصير تدوير يسموه عكس عقارب الساعة، هنا وهنا مع عقارب الساعة، يعني جماعة 9 راح يتحركون عكس عقارب الساعة، وجماعة 10 مع عقارب الساعة. كم محاولة تعطي؟ أعطي المحاولات اللي ترغب في إعطائها بناء على ما يعرف بالتكرار. ودائما في هاي التمارين لما تكمل المحاولة يرجع بالمشي، هرولة بسيطة ردي جو ونلعب. ولذلك الكل يصير مجهز، والكل يصير جناح، والكل يصير لاعب قوس، والكل يصير لاعب دائرة. يعني إذا أنت عندك رغبة بالتخصصي، هذا تخصصي على الهدفين بنفس الوقت، إذا عندك رغبة تقلل المسافة قلل المسافات لا بأس، كله لا بأس. إذا عندك رغبة يعني أن تدخل عليها متغير جديد، ادخل متغير جديد، شيء جيد هذا، هذا بالعكس يفيدنا ويساعدنا. يعني أنا هسه عندي متغير جديد أريد أدخله على الفعالية، يفيد الجميع، يعطيك فكرة عن شنو المتغير الجديد. بس هاي كرة القدم يعني تنويع بيها، وطبعا هاي كلها بسيطة، التمارين اللي سمينا احنا حقيقة بسيطة بالتنظيم، بسيطة بالفهم، بسيطة بالتنفيذ، لكن جيدة جدا. لماذا؟ لأن تخصصية تنافسية بين المجموعتين، ونسجل عدد الأهداف لكل مجموعة، ثم أنت تعلن النتيجة من هو الفائز اللي يسجل أهداف أكثر، لأن مو كلهم راح يسجلون أهداف. الحارس يلعب دور راح في صد الكرة، حتى لو يقطع الكرة الملعوبة قاطعة داخل يعني منطقة الهدف القريبة على منطقة الهدف، يمكن أن تأشر علامات وتقول هاي منطقة جزاء ممكن، ويصير التصويب من حافة منطقة الجزاء أو خط منقط أو أي شيء آخر، كلها تدخل ضمن تنظيم واحد اللي هو هذا. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين إن شاء الله تعالى، اليوم 1/10/2024. شكرا جزيلا.